معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاشر الرسول يصلي عليه. صلوا على حبيبي. صلي على النبي. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوب في شعاب المدينة المنورة. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب في شعاب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. وإذ بصوت ينادي أدن مني يا حبيبي، أدن مني يا حبيبي يا محمد فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصدر الصوت فإذا بغزالة مقيدة بالسلاسل الحديدية وبجانبها صياد يغط في المنام. فقال لها المختار: ما بك أيتها الغزالة؟ قالت: يا حبيبي يا محمد خرجت باكرا ولي أربعة أشبال صغار، خرجت ولم أرضعهم فاصطادني هذا الصياد فاكفلني عنده يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الصياد للنبي محمد: شرط أن تضع نفسك مكانها. فقبل المختار وذهبت الغزالة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترجعين أيتها الغزالة؟ قالت يا حبيبي كمثل الذي يسمع بذكرك ولم يصلي عليه. صلوا على حضرة النبي. وذهبت الغزالة إلى الأشبال
وقالت لهم ارجعوا لأرجع إلى المصطفى وأوفي بعهدي معه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأخبرتهم بما جرى، قالوا يا أمنا كيف نرضع ومحمد منتظر مع الصياد؟ إن لبنك علينا حرام، إن لبنك علينا حرام، كيف نرضع ومحمد منتظر مع الصياد؟ ارجعي إلى المختار، ارجعي إلى المختار، وقولي إن الأشبال رفضت أن تضع وأنت يا حبيبي يا محمد منتظر مع الصياد. صل عليه. فلما رجعت الغزالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن الأشبال رفضت أن ترضع وأنت يا حبيبي منتظر مع الصياد، فلما سمع الصياد كلامها نطق بالشهادة وقال أشهد أنك يا محمد نبي هذه الأمة، فصلوا على بدر التمام. فدائما صلوا على خير الأنام، كل من صلى عليه لا يضام.